صباح النور مشاهدينا وصباح النور لعهد وضيفته. ينطلق فيلم الأكشن والكوميديا The Ministry of Ancient Manly Warfare محققا صخبا كبيرا بساحة هوليوود. الفيلم مقتبس من قصة حقيقية من كتاب المؤرخ العسكري دايمون لويس، ومجموعة لامعة من النجوم انضموا إلى هذا العمل على رأسهم هاري كافيل في تعاون جديد له مع المخرج والكاتب والمنتج جي ريتشي. مقابلات خاصة وتفاصيل في هذا التقرير. Gus March Phillips, I have a mission I want you to lead. Thank you, Sergeant. What's the plan? To neutralize the German U-boats in the North Atlantic. مع الكثير من الأكشن والفكاهة، يقدم فيلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare قصة SOE، أول مؤسسة قوات خاصة بريطانية أسست في الحرب العالمية الثانية. قام أبطالها بمهمة فرناندو بو البحرية لتحدي القوات النازية بتقنيات عسكرية غير تقليدية. Yes, based on a true story, my understanding of which it was the first clandestine mission in modern times. And it gave birth to special forces in various countries, America, New Zealand, Australia, and the UK. To have a group of guys who have to go in without the tools they need, nothing but the heart and the will and the mind to find a way to succeed at all costs, and then to see them do it is amazing. We're losing the war. Hitler is not playing by the rules. So neither are we. مهمة فرناندو بو هي قصة انتصار المظلوم في أكثر الظروف استحالة. المذكرات والمستندات التي كان أبطال المهمة يملؤونها في نهاية كل مهمة ساعدت على فهم شخصياتهم. هنري كافيل قام بدور غاس، أحد رواد القوات الحربية الخاصة، ومعه هنري جولدينغ بدور ساعده الأيمن فريدي. It's one of those relationships which has absolute trust. And we know when the captain says something, it'll get done because the boys will do literally anything for Gus and trust his judgment, trust his direction, and things just get done with him. Henry is the first one there, last to leave, always knows his stuff, is always positive, here to help make the movie the best movie it can be, and he leads by example. I'm so impressed. I've got a show where I'm number one, and I understand the pressure that that is, the responsibility that is, and how people look to you and then decide what kind of movie are we making based on, what number one's approach is. I'm so impressed by who he is. You and your operation are reckless. Abort this mission now. موثقاً في إطار درامي، عملية لعبت دوراً أساسياً في فوز الحلفاء على النازية، تم تصوير الفيلم في مدينة أنطاليا التركية وعلى سفينة HMS Belfast الحربية للقوات البحرية البريطانية التي تشكل اليوم متحفاً على نهر التايمز في لندن. So our experiences out at sea have been amazing. A lot of these films that get made these days, it's always on a green screen, it's always kind of, in a studio, and they found the perfect Madonna, and they brought it, I think it was in Europe somewhere, and they brought it down to the coast of Turkey, and we've spent the past sort of 2 weeks filming on it. Hello, can't hear you. Please do off. ومشاهدينا، استكمالا لفقرة كلاكيت مع ماري تيريز التي انضممت إليك الآن. مش قادرة ما تسمع الأخبار لايف. نعم، رح نكفيها من هوليوود الفقرة، وأكيد مع أفلام جديدة وأفلام بنحب نشاهدها لكل العائلة. مؤخرا شارك رايان رينولدز العرض الأول لفيلم إف وتريلرز والصور الأولية يلي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو هذا الفيلم الخيالي الجديد يلي لجون كراسينسكي يلي حول ما يحدث للأصدقاء الخياليين عندما يكبر الأطفال
ويتوقفون عن التفكير بهم. حلوة كثير الفكرة، لأنه يمكن معظم الأولاد دائما بأعمار صغيرة بين 3 وال 8-9 سنين بيكون عندهم أصدقاء خياليين. نعم. فعم بيقولوا إنه عم بيشجعوا الكل يستعدوا لفيلم يثلج القلب ومخصص لكل العيلة من مخرج A Quiet Place ونجم Deadpool. واستوديو يلي جلب لنا Annihilation فكتب رينولدز على تويتر بجانب المقطع أو أكس بجانب المقطع الدعائي والذي يدعو المشاهدين لدخول العالم، فبيقول لهم أنه يجب عليهم أن يؤمنوا به لرؤيته، لأنه هالعالم بيسكنوه أصدقاء خياليين ويعرفوا باسم إف. بتدور أحداث القصة الخيالية يلي كتبها وأخرجها كراسينسكي حول فتاة صغيرة تكتشف أنها تستطيع رؤية أصدقاء خياليين تركهم أطفال كبروا ونسوهم، فتتعاون مع شخصية رينولدز لإنقاذ زملاء اللعب المزيفين أولئك من خلال حث أصحابهم البالغين الآن على تذكرهم، أكيد بجو من الكوميديا ومع رسائل ذكية مهمة لكل العائلة. يشارك ببطولة الفيلم إلى جانب كراسينسكي ورينولدز كايلي فليمينغ وفيونا شاو. هالفيلم نحن بانتظار انه نشوفه قريبا بالصالات ب 17 مايو ايار القادم. والله يعني انا بانتظار هذا قريباً. الفيلم كنا تحدثنا انا وانت عن هذه الافلام التي تتحدث عن الخيال واهميتها، واليوم اصبح هناك الكثير من الاعمال التي تتحدث عن الخيال والكثير من الاقبال ايضا على عليها. نحن بانتظار هذا العمل، واعتقد انه بيميزه مثل ما تحدثت الرسائل الموجهه الى العائله ويرد الاطفال لبساطه التفكير بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي وبعيدا عن الايباد واللابتوب، العوده للامور البسيطه اللي كنا نهتم فيها نحن وصغار، والتكنولوجيا يمكن ابعدت هذه الاطفال عن هذه الامور. نعم. هيدا من الافلام يلي رح نقدر نشوفها قريبا، وكمان دائما بجو العائلي وجو الرسوم المتحركه في عنا فيلم بلاك دراجون يلي اليوم مساء امبارح 1 مايو بدا بالصالات، وهو من اخراج المبدع شنوي شنينغ يلي انطلق لاحداث رحله ملحميه مليئه بالشجاعه، الصداقه، الصراع ضد القوى الشريره. نلتقي بكاكا واصدقائه المخلصين يلي بتتشابك مصائرهم مع قوى شريرة وبتهددهم بابتلاع وطنهم، حيث يتم اختراق جسد كاكا بواسطة هذه القوة فتنمو بداخله وبتزداد القوة كل ما تقدم بالعمر، مع أكيد هناك خطر وهناك عالم مليء بالخوف والشر. وأكيد كاكا هو بطل هالفيلم، هو وأفريقا ورفاقه رح يتعرضوا لتحديات ورح يواجهوا أكيد بالتعاون مع التنين الأسود الأسطوري والأميرة الشجاعة نيني والحكيم رئيس بارغون الجري. مجموعة من الأبطال هن أبطال بلاك دراجون ومهمة جريئة والدفاع ومحاربة الشر يلي منلاقيه بمعظم الأفلام يلي بيكون فيها الأبطال الخارقين والدراجون. هيدا عالم خيالي، عالم تحت الأرض مخصص للأطفال والكبار أيضا، وأكيد هناك مجموعة من الرسائل مثل ما قلنا. هيدا اليوم رحلة شجاعة وصداقة هي بالحقيقة، والأفلام الأنيميشن يمكن كمان بتخدنا لخيال ولأماكن، وخصوصا الدراجونز يلي منهم موجودين فبتخدنا لأماكن وبتخد الأطفال لتشغيل المخيلة أكثر وأكثر. نعم، كأنه هالعام عم تكتر في الأفلام الموجهة للعائلة بأكملها، صحيح؟ أو يعني أنا عم قارن مقارنة مع سنوات الماضية، هو دايماً في أفلام لكن في سنوات يمكن يكون في إنتاج أكبر، ويمكن بعض الأفلام كان مفترض أنه نشوفها العام الماضي لكن بسبب إضراب الكتاب والممثلين تأخر إنتاجها، فصادفوا أنه بيجوا أكثر مع بعضهم وتم إصدارهم بالصالات بفترة قصيرة أكثر. نعم. مع نهاية العام وبداية فصل الصيف بيكون مجموعة كبيرة من الأفلام للعائلة، لأنه جزء من نشاطات الأولاد هي التوجه إلى السينما. كمان من الأفلام يلي بعدنا اليوم حبيت أنه هيك يكونوا كلهم أفلام من الجو العائلي وجو الأنيميشن، لكن فيلم مش هلأ رح نقدر نشوفه، رح نشوفه بال 2025. أعلنت شركة نينتندو اليابانية العملاقة لألعاب الفيديو واللي أشهر شخصياتها ماريو يلي نحن ربينا عليه واليوم عم يرجع الجيل الجديد
يتعرف أكثر على شخصية ماريو. ماريو رح يرجع للشاشة عفوا 2026 مش 25 بمغامرات جديدة بعد ما حقق الفيلم التحريكي الأول نجاح واسع خليه يحتل المركز الثاني بترتيب إيرادات شباك التذاكر على مستوى العالم. ومن هون الشركة اليابانية أوضحت بفيديو نشرته أنه الفيلم الجديد رح يضم الشخصيات الرئيسية لألعابها وراح يتم طرحه ب 3 ابريل 2026 بالولايات المتحدة. نحن عم نشوف مشاهد من الفيلم السابق وايضا راح يتم طرحه بجميع انحاء العالم خلال الشهر نفسه. حقق فيلم الرسوم المتحركة الاول سوبر ماريو برو موفي عائدات فاقت 1.36 مليار دولار امريكي بمختلف انحاء العالم ورقم لا يستهان به ولم يتقدم عليه تاليا من حيث ايرادات شباك التذاكر عام 2023 فكان هو النمبر 1 لكن ب 23 سبقه فيلم باربي. وافاد مؤسس استوديو الرسوم المتحركه الامريكي انه يلي شارك ايضا بانتاج الفيلم الاول كريس ميلينداري انه مرحله التحريك ستبدا قريبا واشار انه أرين هارفيت ومايكل جيلينينغ الهندي يلي رح يقوموا بإخراج هيدا الفيلم الجديد بعد ما سبق وكانوا أخرجوا العمل الأول. وطالما كانت نينتندو حذرة من الاقتباسات الهوليوودية لألعابها بعد فشل سوبر ماريو عام 1993 بيومها اكتفت الشركة ببيع اسم بطلة لهوليوود من دون المشاركة بالإنتاج. لكن نجاح فيلم الرسوم المتحركة الأخير يلي شاركت الشركة اليابانية العملاقة بإعداده أكد أنه لازم يكونوا موجودين ولازم أنه هن يكونوا عم بيديروا كل الأمور. وأعلنت نينتندو بنوفمبر الماضي أنه هن بيطور إعداد فيلم الحركة والمستوحى أيضاً من لعبة The Legend of Zelda يلي صدر منه الجزء الجديد ومنه Tears of the Kingdom العام الفائت وأيضاً قدر يحقق لهم أرباح وصلت لعشرين مليون دولار وعشرين مليون نسخة تم توزيعها بكافة أنحاء العالم. بعتقد يمكن اليوم عم بيتبعوا خطط مختلفة لأنهم يقدروا أموالهم تكون وأفكارهم تكون حصرية لإلهم ويمكن هون بيقدروا يكون عندهم هيك مساحة أكبر صحيح. وفرصة أكبر أنهم يحطوا مواضيع ويشتغلوا بالأنيميشن أكثر صحيح. من أنه تكون شركة من هوليوود مسيطرة خاصة مع تعدد الموارد موارد الألعاب أكيد بده تنسرق مرات الأفكار أو بده يصير في عليها بعض الإضافات الصغيرة مع تغيير الأسماء وهيك بتحس الشركة فعلا بأنه هالفكرة اللي كانت مستحوذة عليها عم تتداخل بس يعني موضوع ماريو أنا من عشاق كنا ماريو كنا على نينتندو على الأتاري على الأتاري بعدين صارت بينا انه نحن كثير قديمين لا مش كثير والله الاتاري صار له 10 سنين يعني وقت اللي كان عمري انا وانت 5 سنين بس بتعرفي انه اليوم هون السؤال قد ايه الاطفال ايضا رح يكون يعني معجبين بمثل هذه الافكار اللي لها علاقه بانه نحول الالعاب من العاب كنا نلعبها لفيلم نحضره لشخصيه معينه يعني من سنوات من حوالي 10 سنوات تقريبا تم اصدار فيلم راكت رالف يلي هو الشخصيه صديقه لماريو وكان في ماريو لكن الشخصيه الاساسيه كان رالف وحقق نجاح كبير وديزني قدرت تحقق من وراء ارباح هائله ومن بعدها كان ذكي جدا الفيلم بطريقه طرحه وبطريقه توصيل رسائل للصغار والكبار وبتستمتع بالانيميشن يلي كان معمول من بعدها عملوا جزء ثاني نعم. بسبب نجاح الجزء الاول فبعتقد انه رغم ذلك وخصوصا يمكن هول الافلام الكبار بيحضرون اكثر لانه بيعدون الى الطفوله مثل ما بترجع بتسترد ذكريات وبيقدروا ياخذوا اولادهم ليشوفوا هيدي الافلام نعم اذا بانتظار هذا الفيلم فيلم ماريو واعتقد يعني بانه يمكن يجمعنا نحن واطفالنا اكيد بنروح على السينما حلو المغامره اكيد بدي اشكرك جزيل شكر ماري تريز على هالفقره الجميله شكرا هبه شكرا للمشاهدين ومن نذهب الى فاصل